هو الحارس الأول لروسيا في هذه اللقطات، ولكن الهدف الأول يأتي هنا، الهدف الأول يأتي هنا في هذه اللقطة. تياغو سيلفا راسية ومتابعة من جانب جواو وميراندا اللي سجل هدف الدولي الثاني، سجل في كولومبيا في إطار التصفيات في 2018، تصفيات 2018، وفي اللقاء رقم 44 يسجل هدفه الدولي الثاني. ادي الكره العاليه، شوف هنا تياغو سيلفا هو اللي لمس، وادي الابعاد بكيف والمتابعه، وليس هناك تسلل، ما فيش تسلل. البرازيل بتسجل عن طريق المدافع، حلول اللي اوجدها على طول تشيتشي بعد شوط اول دون حلول. وهنا بقى ركله الجزاء لتينيو، 8 اهداف في اللقاءات الدوليه، 33 لقاء، وادي امامنا كوتينيو الثاني لمنتخب البرازيل. غاب الابداع في الشوط الاول، فكان التعادل السلبي، ظهر الابداع فسجل جواو ميراندا في الدقيقه 53، ثم سجل كوتينيو هنا من هذه الكره من ركله الجزاء. كينفييف ماذا يفعل بعد ما قدمه المنتخب البرازيلي للشوط الثاني، ونجح الحقيقه في الوصول للمرمى. وادي ويليان يبحث عن اهداف جديده، لا يخطئها المره دي، لا يخطئها ابدا، لا يخطئها باولينيو في اللقطه الماضيه. التمريره الروعه من جانب اللاعب ويليان، وراسيه اللاعب امامنا اهو في الدقيقه 66، يسجل اللاعب باولينيو الهدف الدولي ليه رقم 12 في اللقاءات الدولية، رقم 47 اللي خاضها مع منتخب بلاده، مع منتخب السامبا. باولينيو لاعب البارسا، بص شوف ويليان عدى حلو قوي، ويليان فورمة عالية قوي مع البلوز، يمرر كورة، المنتخب الروسي يخرج من التركيز، يسقط في أخطاء كبيرة.